معالي السادة والسيدات الوزراء، السادة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحادية، السادة أعضاء السلك الدبلوماسي، الأخ رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، السادة المدعوون الكرام، السادة والسيدات الأعزاء، جمهورنا الرياضي الكريم، بداية يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة الكرام الذين حرصوا بكرم وأخوة على تلبية دعوتنا، وأخص بالذكر كل من نجوم كرة القدم الإفريقية والعالمية الحاضرين معنا الإخوة: الأخضر بلومي النجم التاريخي لكرة القدم الجزائرية، عزيز بودربالة نجم كرة القدم المغربية، باتريك امبوما نجم كرة القدم الكاميرونية المعروف، كما أشكر نجم كرة ليتوانيا رئيس نادي ليمبايا السيد ماريس فيربوكوفسكيس، والشكر كذلك لبقية ضيوفنا الكرام من الإعلاميين الذين حضروا معنا الليلة قادمين من قطر، البحرين، والمغرب، والسنغال. إخوتي وأخواتي، كما تعلمون فإن هذا الحفل الذي نعيش الليلة أجواء نسخته الثالثة يعتبر عرساً كروياً بهيجاً لكرة القدم الموريتانية تحتفل به كل عام منذ 3 سنوات، حيث نسعى من خلاله إلى مكافأة هؤلاء الذين أسدوا عطاءً كبيراً لكرة القدم الموريتانية حتى نرد الجميل لمستحقيه، ونشجع الآخرين على بذل المزيد من العطاء والعمل من أجل تبوء كرتنا الوطنية المكان اللائق بها ضمن الأمم الكروية الكبرى في قارتنا العزيزة. السادة والسيدات الكرام، إننا إذ نشرف الليلة على تكريم الفاعلين الرياضيين على أرضية الميدان، فإننا نتذكر كذلك أولئك الذين يقفون خلف هذا العمل بدعمهم وتشجيعهم ومؤازرتهم، وهنا لا بد لنا من تقديم الشكر الجزيل للذين وقفوا معنا دائما وفي كل ظروف بدعمهم المعنوي والمادي، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الداعم الأول لكرة القدم الوطنية. كما الشكر موصول لحكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين، ممثلة بمعالي وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة كومبابا، حيث ما فجأت الحكومة تقدم الدعم لمشاركات منتخباتنا الوطنية في مختلف المنافسات القارية والدولية، وهو ما ترك أثرا إيجابيا على مستوى منتخبنا الوطني وعلى صورته في القارة الإفريقية. الشكر كذلك لشركائنا في رعاية الكرة القدم الموريتانية، ونخص بالذكر الراعي الرسمي شركة موريتل وتجاري بنك. إخوتي أخواتي، لقد عرفت السنة الكروية المنصرمة في بلادنا الكثير من النشاطات والعمل على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، مثل التكوين الذي عم مجمل المجالات الكروية المهمة، وكذا تنظيم البطولات الوطنية في أحسن الظروف. كما كانت السنة الماضية حافلة بالمباريات الدولية والمشاركات الإيجابية لمختلف الفئات السنية لمنتخبنا الوطني. وبالنسبة للمنتخب الأول تحديداً، فقد شهد العام الماضي دخوله نادي المائة الأولى عالمياً في تصنيف الفيفا، قادماً من المركز 206 عام 2012. وهذا ما كان أحد الأهداف التي سعينا إلى تحقيقها، حتى بات منتخبنا اليوم بفضل أدائه ونتائجه الجيدة متواجداً في مكانة حيوية على سلم هذا الترتيب. وعلى مستوى الدوري الموريتاني خصوصاً، فلقد قمنا مع مطلع الموسم الجديد بتنفيذ مشروع كبير يرمي إلى تحسين أداء البطولة ورفع مستوى التنافسية فيها، حيث خصصنا أكثر من 140 مليون أوقية كجوائز خاصة بأندية الدرجة الأولى، وهو قرار نأمل من خلال تطبيقه إلى وصول بطولتنا الوطنية لأقوى درجات المنافسة
بما يعود بالنفع والفائدة عليها وعلى الكرة الموريتانية بشكل عام. السادة والسيدات الكرام، خلال العام الماضي تميز الكثير من اللاعبين والمدربين فكانوا أبطالاً لأمسيتنا هذه الليلة، لكن ذلك لن ينسينا الثناء أيضاً على أولئك الذين خدموا من خلف الكواليس لتهيئة الظروف الملائمة للعمل والإبداع. ومن هنا فإنني أشكر كل طواقم العمل المختلفة في اتحاديتنا، ابتداءً من أعضاء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة، إلى العصبة الوطنية لكرة القدم ورؤساء الأندية الوطنية والعصب الجهوية والحكام والجمهور الرياضي والإعلاميين والمسيرين، حيث كان لكل واحد من هؤلاء دور متميز ومساهمة بارزة كل من موقعه وفي نجاح الموسم الماضي. سادة والسيدات الكرام، في ختام كلمتي هذه أود أن أتقدم باسمي شخصياً وباسم الأسرة الكروية بأصدق التهاني وأجمل الأمنيات إلى الذين استحقوا التكريم هذه الليلة فنالوه، متمنياً لهم وللجميع مستقبلاً زاهراً والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في الموسم الجديد. كذلك أتمنى لضيوفنا الكرام مقاماً سعيداً في بلادنا. عاشت كرة القدم الوطنية، عاشت الجمهورية الإسلامية الموريتانية. أشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.